استفاد قاطنو دوار ولاد عبد القادر ببلدية عين السلطان بولاية صعيدة من الربط بشبكة الغاز بعد معاناة طويلة مع قارورات غاز البوتان. تابع تفاصيل في ميكروفون محمد عمراني. استفادت بلدية عين السلطان من سنة 2021-2022 حوالي 25 صهاريج غاز البروبان الخاصة بدواوير المنطقة، وهذا ما شاهدتموه في دوار ولاد عبد القادر، وهذا كانت فرحة المواطنين، وإن شاء الله العملية مواصلة لكل الدواوير، وهذا العام إن شاء الله يكون شتاء دافئ بالنسبة لهذه العائلات. الحمد لله كان كاتلنا البرد واليوم جابوا لنا القرعه، رانا الحمد لله رانا دايرين الصوفاج رانا نسخنوا. تاع القرعه نتواكر العفار اللي كنا نعافروه. تاع الغاز. دي وجيب دي وجيب، واليوم الحمد لله ربي نعم علينا الحمد لله. واليوم الحمد لله الدوله تاعنا شافت فينا في مناطق الظل هادو، رانا الحمد لله نشكروا الدوله تاعنا اللي كيما نقولوا وفرت لنا هذا القرعه وفرجتها علينا في نفس الشيء، لخاطرش كنا نعانوا واحد المعاناه قاسيه هنا منطقه بارده عندنا بزاف.